ماذا يعرف المغاربة عن الجريمة الإلكترونية، عن أسباب استفحالها، أشكالها وتداعياتها؟ هل يتعلق الأمر بأفعال يقترفها أفراد على نحو عشوائي، أم أننا إزاء جريمة منظمة تهدد المواطنين والمؤسسات اقتصادياً واجتماعياً؟ كيف تصدى المشرع نصاً وتطبيقاً لجريمة مسرحها افتراضي، أبطالها وضحاياها من الواقع؟ ثم هل المقاربة الزجرية وحدها تكفي لتطويق الجريمة الإلكترونية، أم أن الحاجة ماسة لتأطير ملكات الأفراد ونشر الوعي المعلوماتي بين فئات المجتمع؟ الجريمة الإلكترونية موضوع العدد المقبل من برنامج بدون حرج. يأتيكم هذا المساء عند الأوقات التالية على قناتكم ميديان تيفي.